بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. هنا الشاهد: من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، أي إنه ينتظركم، أي إنه يفرح بتوبتكم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت قصة أن أعرابيا يقطع الصحارى على ناقته، جلس ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك المحقق، فجلس يبكي ثم يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. انظر أخ زياد إلى تعقيب النبي على هذه القصة، قال: الله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته، لأنه خلقنا ليرحمنا، لأن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وكأن نظام الأبوة والأمومة تعريف بالله عز وجل. هذه الأم مهما قصر ابنها في حقها، مهما ابتعد عنها، مهما بالغ بالإساءة إليها، إذا رجع إليها تائبا معتذرا تقبله وتضعه في قلبها. كأن الله عز وجل حينما قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، كأن نظام الأبوة يعرفنا بطبيعة العلاقة بين العباد وربهم. الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا. لو تصورنا العكس، لو أن باب التوبة مغلق، ما الذي يحصل؟ أي عبد أخطأ خطأ يتفاقم هذا الخطأ، لأنه يائس من المغفرة، يائس من التوبة. لكنه بباب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه، العباد يقبلون على الله عز وجل: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. إذن التوبة رحمة الله عز وجل، فتح أبوابها لعباده العاصين لعلهم يعودون إلى ربهم مستغفرين تائبين. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، لنجعل من هذه الحلقة حلقة مقدمة، نعم، لسلسلة الحوارات هذه عن التوبة. نعم. نستهلها بمعاني التوبة. نعم. هل لنا أن نستعرض بعض النقاط وبعض المحاور التي سنتناولها في سلسلة حواراتنا هذه؟ نعم، ولكن لا بد من مقدمة ثانية. نعم. هذه المقدمة أنه من بين ظلمات الواقع البئيس الذي يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم، بدأ فجر الصحوة يسفر عن يوم مشرق، يبدد بإذن الله ظلمات الجهل والانحراف،
ولعل من ألمع صور فجر هذه الصحوة وأحقها بالاستبشار هذا الجيل الطاهر من شباب الأمة الذي بدأ يتوافد إلى المساجد مودعا أماكن اللعب والفجور مقبلا على دينه مفارقا لما سواه. هنا يفتر ثغر الأمة عن ابتسامة ملؤها الأمل والاستبشار، فهؤلاء بإذن الله هم طليعة الأمة وهم مستقبلها. الحقيقة أنه قبل 50 عاما لا تجد في المساجد إلا كبار السن، أما الشيء الذي يملأ الصدر فرحا والقلب سرورا أنك تجد هؤلاء الشباب قد هجروا أماكن اللهو وارتادوا بيوت الله عز وجل. إذن هذا نوع من التوبة الجماعية، هذا لم يكن من قبل. شيء آخر، هذا النشأ المبارك حينما أقبل على العلم الشرعي وعلى منابع الفكر الأصيلة ساعيا لتحصيل العلم نراه يطرح مشكلات، لذلك لا بد من تحفظ قبل أن نبدأ في الحديث عن معاني التوبة. هذه الحلقات المباركات بإذن الله ليست موجهة للشاردين، إنهم لا يسمعونها، كما أنها ليست موجهة للسالكين، إنها موجهة لشريحة من المجتمع ندموا على ما فرطوا وأقبلوا على الله. هؤلاء عندهم آلاف الأسئلة، هذه الشريحة التي شردت من قبل ثم رجعت إلى الله. فالشارد أو الذي لا يزال شاردا لا تعنيه هذه الحلقات، والسالك إلى الله عز وجل تجاوز هذه المعاني، ولكن أنا أخاطب شريحة من الشباب واسعة جدا رجعت إلى الله وأرادت أن تسلك طريق الحق. لذلك في ثنيات هذه الحلقات إن شاء الله تعالى معاني دقيقة جدا حول مفهوم التوبة وحول حقيقتها وحول قبولها وحول علاقتها بالذنب وعلاقتها بالإصرار وعلاقتها بالاستغفار وما إلى ذلك. إذن مما سبق نعلم بأن هذا الشباب العائد إلى الله بحاجة إلى بعض الثبات، نعم، إلى بعض التقوية من حيث الثوابت الإيمانية والثوابت العبادية والجهادية وكل هذه الأمور. هنا الحديث يتوجه إليهم للإجابة عن تساؤلات كثيرة تدور وتختلج في نفوسهم. بداية، كيف يختلج في نفس المسلم الشعور بضرورة التوبة؟ ذلك أن الإنسان ركب من عقل وشهوة، بينما الملك ركب من عقل بلا شهوة، والحيوان ركب من شهوة بلا عقل. في الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، إن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، إن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. هذا المخلوق الأول الذي قال الله بحقه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هذا المخلوق الأول حينما يحرك شهوته وفق قنوات الشرع يكون تائبا. الشهوة مودعة في أي إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. ركب في الإنسان حب الشهوات من النساء والبنين والأموال وما إلى ذلك. هذه الشهوة التي أودعت في الإنسان من دون منهج إلهي تتحرك حركة واسعة جدا. من هو المؤمن الذي جعل حركته وفق هذه الشهوة ضمن منهج الله عز وجل؟ هذا المعنى دقيق جدا يؤكده قوله تعالى ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه أبدا، لأن الإسلام ليس فيه حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. الإنسان يشتهي المرأة فتح له باب الزواج،
يشتهي المال فتح له باب العمل، يشتهي أن يكون إنسانا مرموقا فتح له باب القرب من الله ورفعنا لك ذكرك. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أرأيت إلى بنزين السيارة؟ هذه مادة متفجرة، حينما توضع في مستودعاتها المحكمة وتسير في الأنابيب الدقيقة المحكمة وتنفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب تولد حركة نافعة. أما إذا خرج هذا البنزين عن مساره وأصابت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. الشهوات أخزيات حيادية يمكن أن يسلك بها الإنسان قنوات نظيفة ويمكن أن تتفلت من منهج. كأن الشهوة محرك قوي، وهذا المحرك يحتاج إلى مقود. الشرع مقود، المنهج الإلهي طريق، والإنسان باختياره وبإرادته الحازمة كالمقود يوجه هذا المحرك القوي إلى هدفه الصحيح المقبول النبيل ويبقى على الطريق. حال الناس قوة اندفاعية كبيرة بلا مقود، لذلك الشهوة تردي صاحبها إن لم يسلك بها منهج الله عز وجل، وهذا المعنى دقيق جدا. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن أية شهوة يمكن أن تتحرك 180 درجة، لكن الشرع جعل لهذه الحركة حدودا بحيث ليس فيها عدوان ولا تقصير. فالعدوان هو أن تأخذ ما ليس لك. إذن أصل التوبة أن في الإنسان شهوات، فإذا تحرك بها حركة عشوائية يحتاج إلى أن يعيدها إلى قنواتها الصحيحة، إلى مسراها الصحيح. والأمثلة كثيرة جدا. متاح لك أن تنظر إلى زوجتك أو إلى محارمك، وليس متاحا لك في الشرع أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. هذا عدوان. لو أنك أقمت علاقة مع امرأة لا تحل لك هذا ذنب كبير، لأنه لعب بمنهج الله عز وجل وإساءة إلى طبقات المجتمع. إذن أصل التوبة أن توقع شهوتك وفق منهج الله، أن تسير هذه الشهوات في قنوات نظيفة. إذن أؤكد للإخوة المستمعين وللإخوة الشباب أنه ليس في الإسلام حرمان أبدا، ولكن فيه تنظيم. هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تتدين فهناك الحرمان، لا، هناك التنظيم. لا شك أنك إذا سرت في حقل ورأيت لافتة كتب عليها حقل ألغام لا تحقد على واضع هذه اللافتة بل تشكره. إن هذه اللوحة ليست قيدا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. فالذي يتفلت من منهج الله يندم أشد الندم حينما يدفع ثمن انحرافه وخطاياه، والذي يتقيد بمنهج الله له في الدنيا حياة طيبة، وإذا انقلب إلى الله عز وجل له جنة عرضها السماوات والأرض. وهنا جدل كبير وطويل حول الإرادة والمشيئة، وأنت تريد والله يفعل ما يريد. صح، لمجرد أنك تؤمن بالجبر فأنت عطلت الدين وعطلت الثواب والعقاب وعطلت الجنة والنار. نعم. وعطلت بعثة الأنبياء. إذن أنت مخير، وعطلت إنزاء الكتب. نعم. أنت مخير أن تفعل الخير أو الشر. لا يمكن، والله سبحانه وتعالى هداك إلى الخير وإلى الشر. نعم. وأن الفطرة الإنسانية والنفس البشرية فطرت على الخير. نعم. أما العوامل الخارجية فهي التي تؤثر عليها وتطبع طابعها. نعم. إن كان خيرا أو كان شرا. جاء برجل إلى سيدنا عمر شارب للخمر فقال أقيم عليه الحد. قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. أخ زياد استمع إلى ما قاله عمر عملاق الإسلام. قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أقيم عليه الحد مرتين،
مرة لأنه شرب الخمرة، ومرة لأنه افترى على الله. لمجرد أن توقن أن الله أجبرك على المعصية فأنت جبري، وهذه عقيدة فاسدة لا سمح الله ولا قدر. لمجرد أن يتوهم الإنسان أن الله أجبره على ذنوبه، ما كان الله ليفعل ذلك. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا مستحيل. إن هي إلا أعمالنا يحصيها الله علينا. ورد في الحديث القدسي الصحيح: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورد عن الإمام الحسن رحمه الله تعالى أن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده اختيارا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. بدايات هذه الحلقات يجب أن نوضح حقيقة الذنب. الذنب من صنع صاحبه. حينما يتوهم المتوهم أن الله أجبرنا على الذنب، وقع في عقيدة فاسدة فسادا كبيرا. إن هذه العقيدة تحجبه عن الله. العوام لهم كلمات تشبه الكفر، يقول لك بعضهم، يعني باللغة الدارجة، طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض تنطرد، هيك الله مقدر عليه. هي كلمات لا معنى لها. آن الأوان أن ننزه عقولنا وألسنتنا عن مثل هذه العقائد الزائغة.